كابتن حسن المستكاوي الناقد الرياضي الكبير، كيف تقرأ بيان الكاف يا أستاذ حسن؟ رأى كلمة واحدة، الاتحاد متلخبط، الاتحاد الحقيقة مش عارف يدير المسابقات بشكل جيد. أولاً أول ما بتعمل القرعة بتاعت أبطال أفريقيا يعني من 6 شهور كده 8 شهور، حضرتك يا كاف بتقول النهائي هيبقى في الدولة الفلانية. لا لازم ما احنا انت عايز تقلد أوروبا، عمال تقلدها بكل حاجة، ويعني الحاجات الصح والمهمة برضه مش بتقلدها أو بتقلد غلط. لازم تقول من بدري جدا قبل ما تعرف، قبل المسابقة يعني أول ما القرعة تتعمل أنت بتقول نهائي 2022 هيبقى في كوالالمبور، ماليش دعوة خلاص. والله ما ده متحددة زي الاتحاد الأوروبي. انما تيجي النهارده بتعلم من شويه ان النهائي السنغال اصلا انسحبت، واصل كان في السنغال والمغرب متقدمين، ده كلام الحقيقه نكته. النكته الثانيه بجد يعني ان رئيس الاتحاد الافريقي عايز يروح يتفرج على نهائي دوري ابطال اوروبا، فالماتش كان اللي هيبقى تلاقيه بيوم 28، فحضرته عمل الماتش بتاع نهائي افريقيا يوم 30 عشان برضه يلحق يرجع يتفرج عليه. يعني هو عايز يروح باريس الاول. طبعا بصفته رئيس الاتحاد الافريقي لازم يعني عنده دعوه اكيد يعني. ماشي. احنا كده عندنا مشكله بقى، مصر هتلعب مع غينيا يوم 2 يونيو. الله، طب ما لعبت النادي الاهلي دي فيهم 5 6 7 من اعضاء في المنتخب، طب هيعمل ايه؟ يعني الحقيقه يعني ده ارتجال. وبعدين كمان بيتناقشوا النهارده تاني، النهارده قاعدين يتناقشوا في ان ممكن تبقى ذهاب وعوده عشان يطلعوا من مشكله كبيره. ذهاب وعوده ده تهريج، الحقيقه ده تهريج. انا يعني هو ده يعني الحقيقه موقف غريب جدا يعني غالبا يعني ما هو السيستم الطبيعي، النظام الطبيعي ان يعلن مكان النهائي قبلها بقد ايه؟ مش بتبقى مع بدايه البطوله يا كابتن حسن؟ ايوه طبعا، انت عايز تعمل زي الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي قايل من زمان النهائي هيبقى كان في روسيا، وبعدين نقلوه دلوقتي لظروف الحرب بقى في باريس. خلاص. لكن ده انت من تعلن من زمان، والدول الثلاث مسابقات بتوع الاتحاد الاوروبي، دوري المؤتمر ودوري الدوري الاوروبي او الشامبيونز ليج بتاع دوري الابطال، الثلاثه متحدده المدن بتاعتهم من بدري. انت بقى حضرتك جاي تحدد النهارده يعني من شويه وتعلن النهارده بعد ما المغرب الوداد وصل للفاينل تقريبا يعني، والاهلي ان شاء الله واصل للفاينل يعني الحقيقه برضه. وبعدين الماتش يوم 30، طب ما انت عندك تصفيه بتاعت الامم الافريقيه يا اتحاد، مصر هتلعب يوم 2 يونيو، طب يعني لعيبه الاهلي اللي هي في المنتخب هتعمل ايه عشان تلحق تلعب الماتش ده بعد 48 ساعه تروح تلعب ماتش في تصفيات الامم الافريقيه؟ طب وبعدين دلوقتي عايز تعمل ترجع تاني للذهاب والعوده؟ ايوه، وذهاب وعوده يعني ذهاب وعوده ازاي؟ يعني ذهاب وعوده الاثنين في المغرب يعني ولا ايه؟ لا 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 لا، ذهاب وعوده يعني واحد في مصر وواحد في المغرب. يروح مصر بقى يرجع القاهره؟ ايوه، عشان يطلع من الحفره اللي هو فيها دلوقتي. فهو بيغير النظام خالص، يعني هو النظام النهائي دوري ابطال افريقيا كان من 2020 كان اصبح مباراه واحده. يا استاذه لمين؟ نعم. الاتحاد اللي عمال يغير كل شويه ومش عارف مواعيد مبارياته، اتحاد فاشل فاشل. معك حق. زي يعني جواز عفيف من بهانه كده، باطل باطل. لكن لا يعني من 2020 وهناك والنهائي مباراه واحده، فجاه يقرر ان هو عايز يعمله ذهاب وعوده علشان ده بيناقش ولسه بيناقش ده خلاص فاضل 3 اسابيع. ده حضرتك كنت بتقري البيان دلوقتي، هو قايل كده في البيان. في مناقشات ان احنا نعمل ذهاب وعوده تاني، ده فشل الحقيقه يعني فشل. طب ما هو الموقف الان؟ ما هو موقف النادي الاهلي دلوقتي؟ هل يعني احنا اتعلمنا في الفتره الماضيه لما اشتكينا من بكاري جسامه، ولما اشتكينا من اللي حصل في السنغال، ولما اشتكينا، والشكاوى دي بياخدوها يرموها في اقرب يعني مكان كده ولا بيعتنوا بيها على الاطلاق. هل لو الاهلي اشتكى هناك من يسمع؟ هل هناك اي رد فعل؟ هيشتكي لمين؟ ما اللي بيشتكي ده هو الـ الخصم والحكم يعني. طبعا طبعا،
ده خصم نقدر نشتكي للفيفا؟ يعني هل يمكن ان ده يوصل للفيفا مثلا؟ يوصل فيه، يوصل بقى محكمه، المحكمه الرياضيه، يوصل مش عارف فين. انما هننتظر طبعا، اعتقد كده يعني ان الاهلي هينتظر موقف في الذهاب والعوده، عشان لو ذهاب والعوده يبقى ده حل للمشكله. هل كان المفروض ان الاتحاد المصري يقدم يعني السنغال؟ احنا كنا مقدمين قبل كده في 2020 وخدناها، لكن الاتحاد ما قدمش. لا ما قدمش، لا الاتحاد المصري ما قدمش على هذا النهائي. اللي تقدم السنغال والمغرب، والسنغال انسحبت طبعا. وعلى فكره انا كنت بتابع مواقع وبعض الصحف وتصريحات مغربيه، يعني من بدري هم بيقولوا النهائي في المغرب، يعني قبل ما سياده الفيفا، سياده الكاف يتذكر النهارده ويعلن ان النهائي في المغرب. المغاربه كانوا عارفين ان النهائي في المغرب يعني. طب وهنا ليه الاتحاد المصري ما قدمش في رايك؟ ما هو بقى بما انه لا لا ما مش مهم، يمكن يعني يمكن هو قدم قبل كده وخدها، يعني يمكن ما اعرفش الحقيقه. الاتحاد المصري اصله كل يوم اتحاد يعني، وكل يوم قرارات في الكره المصريه يعني، المدربين السنه اللي فاتت كمان كان في المغرب مش كده؟ اعتقد كده. كايزر تشيكس او تشيكس والاهلي. الحقيقه يعني ده ارتجال، ودي اداره يعني مش جيده على الاطلاق، والحاجات دي بتتحدد من بدري جدا عشان ما نقعش بالجدل ده. والله هم لو كانوا قالوا انها في المغرب من بدايه البطوله محدش يقدر يعترض ولا يجوز الاعتراض، لا الاهلي ولا غيره. انما يظل الوضع حتى الان الى ان يتخذ قرار اليوم وقبل المباراه النهائيه، قبل الدور النهائي يعني بكم يوم او بكم اسبوع، تعلن انها هتبقى في المغرب. الحقيقه ده كلام مش صح. طب وكمان مناقشه ذهاب العوده دي كلام من حقيقة تهريج جدا يعني. طب من الواضح اننا امام امر واقع، يعني 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 انا اصلي مش عايزه يبقى فيه يعني. طبعا اكيد هنعرف دلوقتي رد فعل النادي الاهلي ايه، واكيد النادي الاهلي هيتحرك وهيقدم شكوى وكل الكلام ده، ولكن يعني معرفتنا بالكاف انه ما الشكوى اشتكوا الشكوى لغير الله مزله يعني، فمهما اشتكينا الان هذا امر واقع. ماذا سنفعل؟ هل ده متخيل ان هو ممكن يؤثر على اداء النادي الاهلي، ولا فكره عدم العداله نفسها هي اللي مزعجه؟ لا هو عدم عداله الحقيقه، وارتجال في الاداره، والكاف لازم يوصل له رساله ان البطولات الافريقيه من غير الاهلي والزمالك ومن غير الانديه المصريه تخسر نص قيمتها على الاقل، مش عايز اقول يعني اكتر من كده، نص القيمه بتاعه البطوله جماهيريا وشعبيا وفنيا وكل حاجه بدون الاهلي والزمالك والانديه المصريه. صحيح، بس خساره كبيره يعني. عندي احساس كده انه لا تاثير مصري في الكاف. هنا تعالوا نتكلم بقى بصراحه، يعني اين هاني ابو ريده؟ انا ما اعرفش يعني بيجي فين، بس انا هرد على الجزء الاول من جملتك. لا تاثير لمصر في الكاف؟ لا طبعا لا يوجد تاثير على الاطلاق، غير ان احنا عندنا المقر. يعني ده شيء محزن، ويعني هنشوف رد فعل النادي الاهلي، ولكن يعني خليني اقول يعني هذا اختيار غير عادل، اختيار غير منصف، اختيار مرتبك، لانه بيبلغنا بمكان النهائي قبل الماتش بثلاث اسابيع وعندنا ماتش للمنتخب. يعني اختيار ما فيهوش اي يعني عداله في الاختيار، ولكن ولا روح رياضيه الحقيقه، ولكن انا بس اتفضل. انا بس بقول للاتحاد الافريقي يتعلم، مش من الاتحاد الاوروبي عشان ده صعب، يتعلم من الاتحاد الاسيوي. يعني الاتحاد الاوروبي قايل النهائي في نهائي اوروبا في تركيا السنه الجايه 2023. لا في تركيا السنه الجايه، احنا عارفين في تركيا السنه الجايه على استاد تركي السنه الجايه نهائي ابطال اوروبا. خلاص احنا مش هنتكلم على الكوكب الاخر، ده كوكب اخر، احنا عايزين نتكلم على اللي زينا كده وجنبنا، بلاش الكوكب الاخر، بلاش الاتحاد الاوروبي. انا بقول للكاف يا كاف اتعلم من الاتحاد الاسيوي، يمكن تلاقي ان الحكايه ممكن تتعمل يعني، بدل ما تبص لاوروبا وتتعقد
لا بص الاسيا، وانت ممكن تعمل حاجه يعني، ممكن تقلد الاسيويين، الاتحاد الاسيوي. شكرا كابتن حسن مستكاوي. يعني الحقيقه خبر يعني غريب، مش عايزه اقول مزعج، عايزه اقول انه غريب. لا علاقة له بالروح الرياضية، لا علاقة له بالعدالة، لا علاقة له بالإنصاف، لا علاقة له بأي حاجة. يعني حتى لو شفت أن المغرب وخلاص المغرب اقتربت من النهائي، ومع احترامنا لكل الدول واحترامنا للمغرب، احنا هنا بنتكلم على فكرة العدالة، العدالة والإنصاف، واحنا طالبين أن احنا نلعب في ملعب محايد، بس ملعب محايد، سواء كنا بقى قدام المغرب، قدام أنجولا، قدام الجزائر، في النهاية المطلوب ملعب محايد. فالحقيقة أنه يعني مشهد غريب، وكمان المشهد الأغرب أن دلوقتي بيدرسوا لسه الذهاب والإياب، يعني بنغير النظام فجأة كده. خليني أقول حاجة بقى، هذا لن يؤثر على النادي الأهلي، هذا لن يؤثر على لاعبي الأهلي، ده هيدي الأهلي قوة وصلابة وإصرار ويعني مناعة أكبر إن شاء الله التالتة على التوالي، والبطولة الـ11 للأهلي مرة أخرى. هذا لن يؤثر على النادي الأهلي.